مع دكتور احمد نحلي، طبعا اخصائي طب حيوانات الاليفه والحيوانات البريه والجراحه كمان. اهلا وسهلا فيك دكتور احمد. اليوم رح نحكي عن اهميه الرعايه الصحيه للحيوانات الاليفه وكيفيه العنايه بصحه وسلامه الحيوانات المنزليه بالتحديد. اذا بنبلش نحن وياك عن التغذيه الصحيه اليوميه بالبيت، يعني شو الاعتدال بهالموضوع هذا؟ اوكي، بالمبدا في اشياء مغالطات بتعملها الناس شوي، انه بيجيبوا الحيوان الصغير بيكون بعده مثلا بحاجه يشرب حليب، ببلشوا يعطوه حليب تبع البقر اما حليب بودره. اذا حدا عم يعطي يعني بابي صغير اما كيتن صغير، ببلشوا يشربون بالبيبرون اما بالصحن، حتى بيصيروا يعطون الحليب الطبيعي. هيدا هون بصير في عنا عده مشاكل. اول شيء في نحكي عن المغص اللي فيه يعملوا هيدا الحليب، نتيجه وجود اللاكتوز فيه ونتيجه وجود البروتين اللي هو بيجي من البقر، اللي هو مش مصمم جسم الحيوان يعمل له هضم بطريقه سليمه. أوكي. او ميتابوليزم بطريقه سليمه. بنوصل لمشاكل مغص، بنوصل لمشاكل اسهال باغلب الحالات. كرمال هيك في فورميلا مخصصه تنعطى مثل الفورميلا تبع الاولاد، اوقات مش نفس الفورميلا فيها نعتمدها لكل الاولاد، نفس الشيء بالحيوانات. الاصح انه ينعمل تنعطى هاي الفورميلا الخصوصي بالتوقيت الصح، يعني مثلا كل ساعتين اذا عم نحكي عن كتن صغيره. اما كلب صغير كل ساعتين ياخذ الحليب تبعه بالكميه اللي مناسبه للوزن تبعه. هيدي بتختلف من حسب كل فورميلا لفورميلا وكل حيوان لحيوان. لاي عمر؟ بغض النظر عن العمر، فينا بنحكي بالبسينات لاي وزن لحد ما نصير بال 600-700 جرام. في بسينات بتاخذ شوي اكثر، في بسينات اقل، بحسب الحساسيه او استجابتها او استجابه الجهاز الهضمي تبعها للغذاء. دائما عم نحكي عن فورميلا مخصصه، عم نحكي عن مشكله بتواجهها البسينات كمان بشكل خاص، انه ما بيقدروا يعملوا خروج من بعد الحليب، فنحن لازم ندشه مثل ما بندش الولد الصغير حتى ما يصير في مغص، وفي مساج بطريقه محدده لازم نعملها كرمال يقدر يخرج البسينات. وين؟ على البطن. وما فينا نعطي حليب اليوم هلا، يعني وكنا من ساعتين عاطين حليب وبعدنا مش عاملين هذا المساج او هذا التتشي، لان بنكون بعدنا عم نفوت حليب ما عم يقدر يطلعهم الحيوان او عم يعمل غاز بالمعده تبعه وبنقدر ناذي. هيدي عنايه كثير اساسيه ومهمه مثل عم بربي ولد، نفس الشيء. بس هو الافضل انه يبقى مع الام ان كان كلب او ان كان بسينه لقديش وقت؟ لحد الشهرين. ساعتها ما في لزوم نعطي ابدا حليب. ساعتها ما في لزوم، هن اكيد قبل الشهرين بيقدروا ياكلوا. الحيوانات الكلاب تحديدا، بس الاحلى يبقى يرضع لحد الشهرين، يبقى ياخذ طعومته قبل ما يروح. من يبعد عن امه يعني. بالنسبه للجرو الصغير هيدي والكتن للبسينات، خلينا نحكي شوي عن الحيوانات المسنه والعنايه فيها، شو احتياجاتها الخاصه اللي بتكون وتختلف عن احتياجاتها قبل. اكيد كل عمر له احتياجات خاصه. الحيوان المسن كمان في عده امراض او مشاكل صحيه ممكن يواجهها بحسب كل انديفيدجوال، كل فرد. في حيوانات معينه ممكن تعمل ارثرايتس، التهاب مفاصل، بدنا ننتقل نصير نحن بنحس المشي بعمر معين عند الكلاب او البسينات صارت مش كثير ستابل، مش كثير طبيعيه، اكيد لازم نراجع حكيمنا، لان هاي المشكله فيها ما تكون خاصه بالمفاصل، فيها تكون خاصه بالورك، فيها تكون خاصه باشياء ثانيه، بنقص معادن معينه اما فيتامينات. كرمال هيك لنقدر نشخص صح بنحكي حكيمنا، بس بكل الاحوال في سبلمنتس او مكملات غذائيه لازم نستعملهم للحيوان تبعنا. جلوكوزامين هيدا شيء، حبوب اما بودرة اما جل بينعطى للحيوانات الكبيرة، هذا شيء دائم مع الاكل بيصير. بحالات معينة بننقل الاكل بشكل كامل، بنكون عم نعطي مثلا تنقول نيوتريشن على فترة زمنية طويلة، بصير الحيوان مسن تبعنا لازم نغير هذا الغذاء تبعه. دراي فود بناخده مثلا للسينيور، للحيوانات الكبيرة اللي هو اصلا بيكون موجود فيه جلوكوزامين، بيكون موجود فيه المعادن او الفيتامينات اللي هي بحاجة الى هذا الحيوان. الافضل يكون على طول دراي فود يعني لكل المراحل، يعني لانه الحيوانات ما بتحب الدراي فود لو كنت معودة عليها. يعني بتحب القصص اللزجي مثلا، بس في بعض الباتيه اللي موجودين بالاسواق للحيوانات بتسبب دود كمان. صح، بتسبب دود، بتسبب مشاكل تانية لانه القيمه الغذائيه اللي فيها بتكون منخفضه. نحن بالمبدا بلشنا حليب رضع الكلب او الاثنين، او اخذ حليب مننا الفورميلا المخصص، انتقلنا على دراي فود مخصص للكتن، بتكون حبته صغيره، اما للبابي بتكون حبته صغيره، بيكون في بروتين اعلى، بتكون الفورميلا تبعه مناسبه لافضل نمو بينما فيه هذا الحيوان. واكيد عم نحكي عن الاكل البريميوم، مش الاكل الكوميرشال، مش الاكل التجاري. إضافة لهذا الأكل في عدة أشياء ممكن نزيدها كتوبر فوق الأكل عشان يصير الحيوان يحبه أكثر. شو؟ هيدا الشيء أكيد منه دجاج، أكيد منه شي ناي، أكيد منه يخني من البيت ولا دجاج مسلوق. في ناس بتزيد دجاج مسلوق، بس المشكله اللي بنواجهها انه بيصير اوقات الحيوان يحب ياكل بس الدجاج المسلوق ويترك الدراي فود، يعني نحن فقدنا القيمه الغذائيه الكامله. كرمال هيك ما بنحط دجاج، بنحط توبر مالتي فيتامين اللي هو الجل، فينا نحطه فوق وبصير نكهه الاكل حلوه، ريحتها احلى، بصير يرغب، بصير لزج اكثر. فينا نستعمل باتيه كواليتي منيحه، اما ويت فود شقف كواليتي منيحه فيهم مرقه، بصير يحبهم الحيوان اكثر، وهذا الشيء بخلي الحيوان ياكل
اكيد هذا الكومبليت فود اللي هو الويت فود مع الدراي فود بشكل صحيح. طيب انت بتعرف هودي القصص يعني الفرياندز ما بعرف شو بسمونها الكلاب يعني القصص اللي بحبوها التريتس اي اذا تشقفت التريتس فوق الدراي فود ونحطت واكلهم معهم هل هذا الشيء منيح او مش منيح؟ هذا الشيء منه مشكله كبيره بس فينا ممكن نواجه نصير مشكله انه الكلب لما نحن عم نعتبر انه التريت هو وجبه له لا. ما عادش فينا نعطيه ريورد او مكافاه وقت اللي بيعمل شيء صح نحن وعم نتعلم نعلمه او نتواصل معه يعني هذا التريت يفضل ما يكون وجبه يكون لا. مكافاه لما يعمل بيبي برا لما نعيط له يراد لما نكون عم نعلمه على شيء معين انه عمل الشغله صح بنقدر نعطيه هيدا وهيدا الجيل اللي عم تحكي عنه مع الدراي فود لانه دائما الحيوانات قد ما عودتهم قد ما غيرتهم انواع ما بفضلوا الدراي فود هلا بنوعيات معينه في كتير حيوانات وهلا عن جديد كمان كل العالم عم تعطي دراي فود والدراي فود هو شيء مفضل عند الحيوانات يمكن ما حب هاي النكهه ننتقل على نكهه ثانيه والشيء المميز بالدراي فود من الناحيه الطبيه غير النيوتريشنال فاكتس وغير الفورمولا الصحيه عم نحكي عن الغذاء في شيء في اغلب الدراي فود هلا عم يجوا شيء بسموه مونو بروتين المونو بروتين هو بيكون هيدا الكيس الاكل اللي هو تنقول على سالمون اما على داك عبط اما على دجاج بيكون في بقلبه نوع بروتين واحد من هيك بيتسمى مونو بروتين ليه لان في عنا ومنتشره كتير حساسيه من يعني الكلاب باول سنوات بيعملوا حساسيه على انواع بروتين معينه هيدي الانواع البروتين بتكون منشالي كلها من هذا الدراي فود محطوط نوع بروتين معين بتركيز محدد صحيح بيقدر الكلب ياكل او الفسان ياكل منه من دون ما يعمل الرجي لانه مشكله الحساسيه منتشره عند الحيوانات كمان في هيك شيء بيس اسود بتعلق على جسم بتحس هيك بتنتشر بس هيك بشكل ربع سنتيمتر لازم يتنشال من راسها وما لازم يبقى راسها جوا حتى ما ترجع تتكاثر هيدي شو هيدي بهيدي المرحله بهذا بفصل الصيف بتكتر الحشرات اللي هي كائنات كمان موجوده بالطبيعه بس نظهر حيواننا لبرا اوتوماتيكيا لو شو ما كنا يعني منظفين حوالينا رح ينتقلوا هاي الحشرات اللي هن تيكس بسموهم وفي منهم عده انواع لايسز وفي منهم عده انواع وفليز في منهم عده انواع هدول المشاكل اللي بينتقلوا بفتشوا على الميديوم او على البيئه اللي بيتكاثروا فيها واللي بيتغذوا منها اللي هي جسم الحيوان الفرو تبع الحيوان ممكن اشياء منهم تقعد وتمص دم وترجع تعمل دوره حياتيه جديده لها ممكن تنقل بروتوزوا اللي هو الطفيليات الدمويه اللي هي ممكن تتقل على الدم تصير تفوت هيدي البروتوزوا على خليه الدم تكسرها تتكاثر وتكسرها ترجع تنتقل على خليه تاني وتنتشر هذا ممكن يعمل فقر دم ممكن يوطي البلاكات عند الحيوان ممكن يؤدي مش ممكن من اكيد بس وحده ممكن يصير هيك انت شفت بيس وحده يعني في اكثر اكيد بس نحن شفنا وحده وحتى لو كانت وحده مجرد ما انتقلت البابازيا تكاثرها بدم الحيوان سريع ممكن ما يؤدي 14 يوم 15 يوم الحيوان يصير قريب للموت سو هيدي التريتمنت تبعها كمان بتطول لمده شهر اوقات العلاج تبعها شو العلاج تبعها في علاجات بحسب كل حاله نحن دائما بناخذ فحص دم بعد منه بناخذ سلايد على الميكروسكوب بنشوف اي نوع بروتوزوا او طفيليات دمويه تواجد بالدم وبنمشي بالعلاج بحسب الحاله اللي هي موجوده الوقايه من هاي الاشياء اكيد بدنا ننبه انه مش كل حدا رش سبراي يعني ما عادش يجي على تيكس لان في انواع تكس كثيره في ادويه بتشتغل على عيال معينه وما بتشتغل على عيال ثانيه فدائما لازم نراجع حكيمنا بحسب المنطقه اللي احنا عايشين فيها بحسب التكس لاي عيال او اي مجموعات عم تكون موجوده بهاي المنطقه في حبوب اللي هي مثلا سيمباريكا تريو اسمها ممكن نستعملها بتعمل وقايه على اغلب هيدي الحشرات لا ايوه بس هيدي شغله هلا يعني خطره هيدي خطره انتبهوا له ما يقرب هذا الموسم يعني الافضل ما يتقرب من جنينات او كذا او هيك هلا بالنهايه بده يظهر الكلب بده يلعب فالافضل ياخذ هاي الحبه بكل 30 يوم كل 30 يوم شهر بموسم الصيف تحديدا كل 30 يوم هي الحبه ياخذها هيدي اون ذا سيف سايد حتى لو عنده الحاله بتروح حتى اذا عنده التكس بعدهم مش ناقلين له البروتوزوا اكيد بيروحوا كلهم وحيلا حشره ثانيه بتجي عليه بتموت بس اذا هيدي البروتوزوا اذا هيدي الحشره التيك ناقل البروتوزوا لا اكيد هاي الحبه مش كافيه بدنا نمشي بعلاج نرجع بعلاج شو اسمه الحبه شو اسمها سيمباريكا تريو هي افضل في كتير انواع سيمباريكا تريو هي افضل شيء فعليا سيمباريكا تريو بحفظوا الاسم بحاله الطارئه كيف نتعامل مع الحيوان الاليف بحسب شو الحاله الطارئه اكثر حاله الطارئه اللي بتجي لعنا بتجي مؤخره بالليل في رقم طوارئ ممكن يدقوا عليه عند اي حكيم بيطري بيقدر يساعدهم بالليل بحاله الطارئه اللي بتجي نط عن البراندا ضربته سياره هلا في ناس ممكن حيوانها صار له 4-5 ايام مريض بس بيعتبروا انه حاله طارئه الساعه 2 الصبح بعد 4 ايام كمان انه هاي حاله طارئه بس الاحلى انه نحلها من اولها ما ننطر كل هالوقت لان في دائما جسم الحيوان يعني بس لنتاخر عليه مثل الانسان بصير الحل او العلاج هاي المشاكل اصعب لانه الاعضاء بتتضرر بطريقه اقسى
سو بحسب كل مشكله ما نقدر نحل، اذا عندنا نزيف ما نقدر نلفه لبل ما وصلنا عند الحكيم، يعني حسب كل حال. طيب ليش بيقولوا البسينه بتحمل مثلا بحاله طرقه اذا وقعت عن علو ممكن ضل عايش الكلب؟ لا بحالات معينه البسينه الجسم تبعها قادره يمكن بالنطه تبعها ما تجي بطريقه عنيفه، بس هذا حكي بينحكى. نعم في منه بس مش كتير واقعي، لان اغلب الحالات اللي بتجي لعنا بسينات النكسور نطت عن ثالث طابق وعن رابع طابق، كسر بالحنك، كسر بالايد بالاجر. هيدا حكي يعني هيدي بسينه بسبع ترواح، هيدي ما هيدي ما حكي يعني. لا مش كتير بسبع ترواح، مش كتير سبع ترواح. اهم التطعيمات والوقايه من الامراض الوبائيه للحيوانات هلا بكل نحن مثل ما بنعرف في كتير انواع طعومه وفي كتير مدارس، فينا نقول كل حدا بيعتمد اسلوب معين بالتطعيم. اللي بنفضله انه البسينه تبلش تاخذ شربات الدود قبل الطعم على وزن 600 ل 800 جرام. لا قد ايه فتره يعني؟ على 3 ايام فينا نعطيها، على 3 ايام نعيدها بعد 14. والكلاب؟ الكلاب فينا نبلش شربات الدود طبعا على 28 يوم، ما بنحكي عن الوزن، بنحكي اكثر عن العمر. المطاعيم فينا نبلش بين للكلاب بين 30 و 45 يوم اول فاكسينات. نحن بموسم الصيف هلا في كثير امراض بتنتشر كثير، واذا صابت البابيز او الجراء الصغيره ممكن تؤدي للوفاه، مثل بارفو فيروس اللي هو معروف كثير عند العالم، بيعمل ديري دام، بيعمل فوميسمو، بيعمل مشاكل كثير، هذا بده يتعلق له مصله هيك. بس اللقاح تبعه في بلش من 30 ل 45 يوم. من 30 ل 45 صح. بدي ننوه لشيء، الكلب كل ما كان عم يرضع من امه، وكل ما كانت امه اخذ اللقاحات تبعها، عم ياخذ مناعه، هاي المناعه بتضاينه لفتره معينه لبل ما نحن بلشنا. بس التطعيم هو بده يكون سنوي دوري يعني؟ اول مره اكيد مش سنوي، بنبلش على شهري يعني. صح فيك تقول شهري، فيك تقول شهري اول 3 4 طعومه، بعدين بصير سنوي. واكيد شربات الدود فينا مش فينا لازم نستعملهم كل شهرين. كل شهرين ياخذ شرب الدود اللي هي حبه، اللي هي حبوب الدود. صح اللي هي حبوب الدود، واللي هي اللي بيسببها اكثر شيء الباتيه اللي كمان اللي موجود يعني. انا لاحظتها عند كذا حدا. صح الشيء الكوميرشال التجاري اللي هو منه، اللي هو منه في قيمه غذائيه منيحه بسبب. هل هودي بينتقلوا للانسان هول الامراض والعدوى وهالبيوس؟ 90% لا، البيوس بتنقل للانسان، بس الامراض تبعها ما بتنتقل للانسان بشكل عام، بشكل خاص ممكن بطريقه معينه يعني. بس فيها فيك تلاقيها على ايدك، فهالشيء مش محبب يعني. كمان هيك نحن ما نحافظ على نظافه وصحه كلبنا، لنقدر نحافظ كمان على نظافتنا. طيب بالنسبه لتعزيز سلوكيات الحيوانات وتدريبها، يعني هون من امتين فينا نبلش وكيف نستمر؟ يعني هل نوصل لمرحله خلص صار كل شيء جاهز، ولا دائما ما نضلنا ابديت؟ ولا مرة فينا نصير بمحل كل شيء جاهز، لأن الكلب دائما بيتغير، دائما بيكبر بيصغر، يعني التفكير تبعه بيختلف. صح سو بدنا نتابع، نبلش أول شيء الكلب يتعلم اسمه، يعني مش مطلوب منه على عمر 3 أشهر يعمل ست وداون وهيل ويمشي حضنا وهيك. فينا نبلش يتعلم اسمه، بعدين أهم شيء يتعلم يعمل برا تيحافظ على نظافته ونظافة البيت. بعدين بحسب وظيفة الكلب، إذا حدا جايب كلب حراسة غير إذا حدا جايب كلب صيد غير إذا جايب حدا كلب للبيت، كل شيء بيتعلمه بدنا نحافظ له. ما في شيء بالغريزة إنه يعملها برا الكلب؟ الكلب شوي صعب، البسينة كتير أسهل، البسينة بتخلق بتعرف تعملها، الكلب إجمالا لا، بدنا نحن نعلمه إياهم. لحد الأربع أشهر فينا نكون فهمناه شو نعمل، بعد الأربع أشهر لازم يكون رسميا بلش يعمل برا يعني. نعم وبأي طريقة؟ هل طريقة تخويف، بطريقة أبداً. تعويد شمشم شو أبدا شو؟ هلا في عدة طرق وبحسب كل كلب الشيء النفسي تبعه. في كلاب بتحب تاخذ ريورد مثل ما حكينا عن هاي التريت اللي بنعطيها، كمان ما بنحطها بالأكل، بنخليها بس ليعمل برا، ناخده يعمل برا بنعطيه تريت، بيتعلم شوي شوي بيفهم انه هيدي الشيء الصح اللي هو عم يعمله. في كلاب ثاني بتحب الطابه، ممكن كبلها الطابه بس تعمل برا بتبلش تفهم. واهم شيء انه ما نحصر الكلب وقت طويل بالبيت، خاصه هلا بهذا الصيف قديش ببلش العالم كلها تجيب كلاب، ببلشوا يحطوهم بالبيت، بيكون عنده شغل من 8 ل 4، ما بيقدر يعلم كلبه بهالطريقه، بده يطلعه 3 4 مرات مينيموم خلال النهار، وبالليل اكيد بده يطلعه بالمينام. بس لنضلنا نطلع الكلب تبعنا رح يضل هو اوتوماتيكيا يعمل برا، سو بصير يفهم انه انا بس بدي اعمل شيء لازم حرك الباب، لازم بيوصل مطرح لمرتين بالاسبوع لا بالنهار سوري اللي يطلع لبرا. بس ليكبر اكيد، اذا كنا عم نحكي عن كلب صغير مرتين بالنهار في عالم بتضطر تطلع من بيتها لشغلها لتجي العشيه اكيد، بس يكبر الكلب بصير قادر الصبح وعشيه ظهره. طيب هل ترك الكلب وحيد بالبيت او البسين الحيوان الاليف، هل هيدا الشيء له مش صحي ولا صحي؟ لانه في اضطراريات. صح البسينه فعليا اخر هم اذا بتتركها كل النهار بالبيت، مهم في اكل وفي مي وعايشه حياتها رواق. الكلب اكيد بيفرق نفسيا بيزعل، بس لا كل اللي بيربوا كلاب بيعرفون، وبس ليجوا على البيت ردة فعل الكلب بتكون يعني مثل كأنه صار له 100 سنة مش شايفه، في انتر اكشن يعني كثير عالي. فايه ممكن هذا الشيء يؤدي لستريس عند الكلب اذا بنتركه كل الوقت لحاله، خاصة اذا معود على عائلة. ممكن يؤدي لانه يعمل اكتئاب الى حد ما، يخفف اكله اما يصير يعمل بيبي على الارض ساعتها هيدا، لانه توتر زعل.
هيك بيعبر عن حاله. دكتور احمد ثانك يو سو ماتش. بنعمل حلقات ان شاء الله بالاسابيع الجايه عن الفصل الصيف وكيفيه استقبال هالفصل مع حيوانات الاليفه كمان ببيوتنا. بتشكرك، يعطيكم العافيه. بريك.